هكلمكم دلوقتي علشان افرح معاكم وافرح بيكم. هكلمكم دلوقتي بصفتي مروه حسن، مش مذيعه ولا فاشن ديزاينر ولا اي حاجه خالص. هكلمكم عن حلم انا رسمته، شفته من مده كبيره جدا، خدت خطوات كتير علشان اقدر اوصله. ما تنفذش بسرعه، ما تنفذش بسهوله، تعبت كتير، وقعت كتير، قمت كتير، اتأخر كتير، ودلوقتي جه ميعاده علشان يبتدي. هبتدي النهارده اقول لكم ان احنا بفضل ربنا قدرنا نفتح حاجه اسمها واو سنتر. واو سنتر او اكاديميه واو عباره عن كل حاجه انت او انتي تكوني بتفكري فيها. هنتكلم عن فيونكات، مش علشان انا فيونكا، هتكلم عن فيونكات علشان ليديز فيرست. هقول لفيونكا اللي لسه ما اتجوزتش، واللي لسه ما ابتدتش، واللي اتجوزت، واللي خلفت، كل حاجه موجوده في واو سنتر. واو سنتر ده بيقدم ايه لو انتي عروسه؟ بيقدم لك كل حاجه ممكن تتخيليها من A to Z، يعني بمعنى اصح فستانك، الميك اب، الشعر، التاج، الاكسسوارز، لبسك، سبا، كل حاجه ممكن تتخيليها هي موجوده في واو سنتر. معانا فاشن ديزاينر غيري طبعا، يعني انا موجوده معاكم، بس موجود ناس تانية معانا من اكبر الاسامي اللي موجوده على صعيد كل المحافظات. لو انت اتجوزتي، كل ما يخص عنايتك بنفسك، عنايتك بشكلك، بشعرك، بلبسك، بجسمك، موجوده معانا. موجود معانا دكاتره علشان الدايت والشعر، ومتخصصين في كل المجالات. لو انت نفسك تبتدي، احنا هنبتدي مع بعض في جميع انواع الكورسات. اي كورس انت بتحلمي بيه هو موجود معانا. كورس ميك اب محترفين، ميك اب مبتدئين، كورس فاشن، كورس خياطه، كورس اعلام، كورس في كل حاجه. كل حاجه موجوده عندنا، والمفاجاه بتاعتنا كمان ان احنا موجودين في كل المحافظات، مش محافظه القاهره فقط. ندخل بقى على بيبيون علشان حبايبنا واخواتنا واهلنا، ما نقدرش طبعا ان احنا نيجي عليكم. معانا لو انت لسه ما اتجوزتش، ومعانا لو انت اتجوزت زي فيونكا بالظبط. لو انت لسه ما اتجوزتش، معانا كل حاجه تخليك احلى عريس في الدنيا. لو انت اتجوزت وعايز تعمل مشروع معين، بس تكون مجالك مجال ميديا شويه، او حابب تكون تدخل في المجال، معانا كورسات سوشيال ميديا، معانا كورسات تصوير، ده جايب لكم ناس بروفيشنال في كل حاجه، معانا كورسات اعلام، معانا كورسات في كل ما تتخيله ولا تتخيله. كل ده طبعا انا مش هقدر اعمله لوحدي. معايا مين بقى دلوقتي على التليفون؟ شريكتي واختي وحبيبتي وصاحبتي، ويعني بصوا مش قادره اقول حاجه عنك يا سمر. سمر، انا لو عملت حلقه مش هعرف اقول سمر دي بالنسبه لي ايه يا جماعه. طبعا دي سمر محمد، خبيره الميك اب، خبيره معتمده، علشان بس نبقى واضحين، عشان احنا لسه متكرمين من مده قريبه، ولسه اخدين سمر كمان، لسه اخده تكريم تاني. فبجد سمر، اول حاجه مبروك على الشراكه اللي بينا، تاني حاجه مبروك على تكريمك، تالت حاجه مبروك عليا شراكتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. مبروك علينا احنا الاثنين يا رب، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه لينا وللبنات باذن الله يا رب. امين يا رب. قولي لي بقى سمور، انا هكلمك دلوقتي كمذيعه، هتقدمي ايه في واو سنتر؟ احنا هندي كورسات ان شاء الله. طبعا الكورسات دي هنعلم من اكزيت، هنروح كل المحافظات، المحافظة اللي هتكتمل فيها جروب أكبر هنروحها. أوكي. هنعلمهم طبعا أساس الميك اب، هنعلمهم طبعا يشتروه ازاي ومنين وفين، نعرفهم طبعا الموضة، نعرفهم، هنديهم طبعا شهادات معتمدة من الأكاديمية بتاعتنا واو بإذن الله. طبعا طبعا في نهاية الكورس في هدايا كتير طبعا من شركات لينا، يعني كل حاجه ان شاء الله هيعرفوها من الالف للياء باذن الله. كل حاجه يعني هتبقى سهله، هنتعلم كل حاجه بالراحه. هيبقى في يومين او ثلاثه نظري، وفي يومين او ثلاثه عملي، يعني المهم ان هي هتبقى خارجه من واو واو.
دي كلمة سمار على طول، واو هتطلعي واو. طب قولي لي يا سمورة، هتعملي ايه للعرايس بقى؟ لو احنا دلوقتي انا عروسة وعايزة بقى اجي احجز، هتديني بقى كل حاجة عندك مش كده؟ اه طبعا هنديها كل العروض اللي موجودة عندنا، هنديها كل الشغل بتاعنا. اه ولو هي في اوتيل في مكان مميز ليها بنروح لها لحد مكانها، عايزة تجينا في المكان بتاعنا اهو، ما عندناش مشكلة، برضو بتجينا بتنورنا، بنبقى معاها بنختار معاها. طبعا انت بقى اللي ليكي الدخلة بتاعت الفاشن، انت مسؤولة عنها طبعا، هتتكلمي فيها لو هي حابة انها تجيب من عندنا. طبعا قسم الميك اب طبعا انا معاها، هنبقى مع بعض، اللي هي لو هي حابه مثلا لوك معين هنعمله ليها، لو هي حابه ان انا يعني على حسب دراستي ان انا اشتغل زي ما انا عايزه برضو هيبقى زي، يعني احنا الاثنين هنبقى متفقين على الايه، على الموضوع ده. غير كمان ان احنا بنعرفها ايه الحاجات اللي المفروض تعملها قبل المناسبه بتاعتها مثلا باسبوع، بنبقى طبعا يعني متابعين معاها بالتليفون ايه المفروض تعمله وايه المفروض ما تعملوش. فان شاء الله هنقدم لها كل حاجه كويسه وهنوفر لهم كل حاجه هم محتاجينها العرايس في يوم فرحهم ان شاء الله. بجد يا سمر، طبعا انت عارفه انا قد ايه مبسوطه من الموضوع. هو الموضوع متعب جدا طبعا، لان المحافظات دي هتبقى يعني فيها مشكله بالنسبه لنا شويه، بس احنا رجاله وقدها طبعا، صح؟ ان شاء الله طبعا، واحنا قد كل بنت محتاجه انها تكبر وتوصل للحلم بتاعها احنا معاها، ولان احنا فعلا تعبنا زيها والحمد لله رب العالمين الحمد وفقها. لله. فطبعا كل بنت محتاجه انها تتعلم وتكبر وتبقى ميك اب ارتست، حابه انها تبقى عروسه جميله يوم فرحها، فاحنا ان شاء الله هنبقى معاها ووراها. واو هتطلعي واو، دي المره الثانيه انا بقولها، ان شاء وان الله شاء الله هنقدم كل حاجه كويسه ليهم باذن الله. ان شاء الله. احنا النهارده من النهارده بدانا نفتح باب الحجز لكل الكورسات، بدانا نفتح باب الحجز لكل العرايس اللي عندها مناسبات قربت وعايزه سمر محمد تكون الميك اب ارتست بتاعتها، او حد يكون الفاشن ديزاينر بتاعها. انا هنبتدي نعلن على البيج، طبعا كل التفاصيل هتكون واضحه قدامكم دلوقتي، الفيسبوك بتاعنا وارقام للتواصل. اي حد عايز يحجز اي باكج احنا فتحنا باب الحجز الحمد لله. عايزه تقولي لهم اي حاجه يا سمر؟ اه عايزه اقول ان طبعا بمناسبه جميله ولذيذه وعزيزه عليا انا، عشان عيد ميلادك طبعا كل سنه وانت طيبه. وانتي طيبة. هنعمل خصم 25% يلا. لاول 10 هيقدموا معانا. حلو ده. طبعا ده غير العرايس، الباكج برضو طبعا هيبقى برضو 25% لاول 10 عرايس معانا في واو. بالمناسبه دي عشان عيد ميلاد حبيبتي وروحي طبعا مروه، حبيبتي. وان شاء الله نبقى معاهم كده باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليكي يا سمر، والف مبروك عليكي وعليا وعلى كل الناس ان شاء الله. مبسوطه منك يا سمر طبعا كالعاده، وان شاء الله ان شاء الله. واو حاساه هيكون حلم بالنسبه لي، حلم ابتدى بالنسبه لكم، حلم هيبتدي، وان شاء الله كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقدر نوصل للي احنا عايزين. حاسه من واو برضو ان هو ترجمه للمسج اللي انا بقولها لكم على طول. يعني تعالوا بقى نطلع من الموضوع شويه ونتكلم في موضوع، لان انا قلت لكم الفقره دي احنا بقالنا كتير ما حكيناش مع بعض. واو دي حتى لو انا لسه ما ابتديتش هقدر ابتدي، لو انا عايزه اخد كورس في اي حاجه، كورس هاند ميد، كورس ايا كان، انا مش عايزه اسمي الكورسات اللي موجوده ولا انا بتكلم عن الكورسات دي وانكم لازم تاخدوا الكورسات دي، انا بتكلم بصفه عامه، انا بتكلم لو انا عايزه ابتدي زي ما انا بقول لكم على طول، مش لازم انا عندي كام سنه ولا انا اتجوزت وخلاص ولا انا عندي مش عارف اطفال وبالتالي خلاص انا الدنيا بالنسبه لي، يعني ولادي ولادنا هم حياتنا ومستقبلهم هو اهم واكبر مسؤوليه ربنا اداها لنا، لكن احنا كوجود وكنجاح وككيان بنحاول نكمل مسيره ولادنا. معنا تليفون. الو. الو. ايوه. الو. الو. كل سنة وانتي طيبة يا جميل الأول. وانتي طيبة. إيمان. حبيبتي يا مروة. حياتي. طيبة يا أجمل مروة في الدنيا كلها. يا روح قلبي. القلب الطيب، البنت الجدعة، مش عارفة أقول إيه وأجمع لك كل كلام الدنيا. وشي أحمر. البنت الجدعة قوي، الست اللي بمئة ألف راجل. حبيبة قلبي. دي يا جماعة دي إيمان محمد خبيرة الشعر، وهستغل المكالمة وخليكي تقول لنا حاجة كمان. إيمان محمود. إيمان بجد 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 بشكرك جدا جدا. إيمان على فكرة اللي كنت بقول جلسة الترميم،
بجد نتيجة هايلة. انتي اصلا حد جدع جدا وحد ما بيخبيش اي معلومة، ناجحة ومتطورة، وبجد كل يوم بتزودي ثقتي فيكي ازيد من اليوم اللي قبله. حبيبتي والله يا مروه، والله العظيم مبسوطة من المكالمة. ماشي يا مصطفى، عملتوا حلفة. عم اتفقتوا عليا انتوا الاثنين؟ احنا اصلا ما نقدرش ان احنا نفوت يوم زي ده بالنسبه لك والله. حبيبه قلبي، كانت الدنيا كلها تحتفل بيكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا عيد ميلادي هو والله العظيم وجودكم جنبي، وان احنا كلنا مبسوطين الحمد لله بنجاح بعض، ويا رب يحلي ايامنا كلها ان شاء الله. اللهم امين يا رب، اللهم امين. كل سنه وانت طيبه يا قلبي، وانت طيبه وان شاء الله السنه الجايه تكوني سعيده ومتهنيه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ومن نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. ربنا يخليكي، وتحياتي طبعا لاستاذ محمود شريكك في النجاح. طبعا. شكرا ليكي يا امان، عليك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، مع الف سلامه. مصطفى مطوع صاحب المقالب الشهيره. في حد تاني يا مصطفى؟ كده خلاص المقالب النهارده. بجد مبسوطه جدا اصلا، يعني كل الاجواء حلوه الحمد لله الحمد لله، ده بفضل ربنا طبعا وبفضل دعاء مامتي ربنا يخليها لي، رضا بابايا ربنا يرحمه يا رب، وحب كل الناس اللي حواليا. انا لسه كنت منزله للناس القريبين مني، كنت منزله ان انا بحب حبكم. حبكم بيدي طاقه، بيدي ثقه، بيدي نجاح ليا، بيديني مهما كنت. طبعا كلنا بيبقى عندنا جوه نفسيا كده اب اند داون، بنطلع وننزل، بنتضايق ونتبسط، بس احنا بنحاول ناخد قرار للسعاده. والله العظيم ثلاثه لكل حد قاعد بيشوفني دلوقتي، والله العظيم انا بمر بحاجات زيكم بالظبط، والله والله، ولو حد قريب مني هيعرف ان انا بمر بحاجات صعبه كتير، بس انا بحب اخد قرار ان انا اطلع من الموت، ان انا اعدي اللي حصل. بلجأ لربنا، ساعات بيأس وساعات بتضايق وساعات بعيط وساعات ببتدي تاني. المهم ان احنا عندنا شوية حاجات كده ماشيين عليها. احنا انا عند ظن عبدي بيه، دي اول حاجة في دماغي بحطها. لما بتضيق بينا قوي بنبتدي نلجأ لربنا، بنحاول طبعا صلة الرحم ما ينفعش نقصر فيها، واحنا بقى احنا يعني احنا من جوه، دي من اهم الحاجات اللي ممكن تبينك قدام نفسك وترسمك قدام نفسك ان انت لازم تحب نفسك. حب نفسك ده يعني مش غرور، حب نفسك ده يعني اطلع من جوايا كل اللي انا عايزاه، اكافئ نفسي زي ما انا عايزه. قول كده معايا تاني. اوكي. ده الحلو اللي في الموضوع، ان احنا لازم نبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه. ده اللي انا بتكلم فيه النهارده. انا لما كنت عارفه ان انا او انا شايفه قدام ان انا بحلم بمكان اكاديمي، ادي فيه كورسات الناس تتبسط منها، الناس تشتغل منها، الناس ربنا يجعلنا سبب في رزق ليهم، ده كان حلم بالنسبه لي انا مش عارفه هوصل له ازاي. لكن انا كنت شايفاه، يعني دي من عند ربنا ما اعرفش ازاي، انا كنت شايفه ان انا ممكن في يوم من الايام اعمل مكان زي ده، وفضلت راكنه الحلم لغايه ما كل المقومات بتاعته تكمل، وفضلت اعافر واكمل واقع ويبعد واقول لا لسه اتاخر شويه واكيد له وقته. قول تاني كده. اوكي. ما فيش مشكلة. دلوقتي احنا فضلنا نأخر الحلم، نقرب الحلم، نخطط للحلم، نكمل الحلم لغاية ما جمعنا كل أطراف الحلم عشان نطلع بالحلم بتاعنا. ده النهاردة اللي أنا حبيت أقول لكم عليه واتبسط معاكم بيه، إن احنا هنبدأ واو سنتر علشان كلنا نحقق حلمنا. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني نقول لكم على حاجة مهمة جدا عاملة بروباجندا كبيرة جدا على السوشيال ميديا. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
ده حاجة عاملة بروباجندا جامدة جدا على السوشيال ميديا، وكلنا كبنات أو كرجالة بنحب نتفرج بقى عن آخر صيحات الموضة إن كان في البدل أو في الفساتين. في شوية نجمات طبعا بتكمل معانا من كل مهرجان لمهرجان بيبقى ليها طلة، الطلة دي يا إما بتكون إيجابية يا إما بتكون سلبية. أحيانا من كتر ما بنهتم بالموضوع قوي الموضوع بيبوظ، يعني من كتر ما انا ببقى عايزه ابقى حلوه قوي وابقى مهتمه بكل الديتيلز بتاعتي لا بلاقي الموضوع اوفر قوي. ده اللي احنا عايزين نقوله النهارده، ان احنا نختار احنا رايحين فين، هنلبس ايه يكون مناسب للموقف ده. معانا ظهور لبعض النجمات، احنا النهارده بما اننا بنتكلم عن الفاشن وكده فاحنا النهارده هنتكلم عن ظهور النجمات. معانا دلوقتي فستان لونه حلو جدا، طب نثبت على الصور عشان اقدر بس اقول لهم رايي في الموضوع. ده فستان انا يعني انا هقول لكم من وجهه نظري الشخصيه البحته، ده فستان يعني مش مناسب لجسمها قوي لان هي بدات تزود قوي حجم الفستان من بعد الدوران الارداف، وده اداها يعني بالتقريب بوظ شكل الجسم شويه. الفستان من فوق مناسب جدا بس طول الكورساج صغير قوي فحسسني ان في لخبطه في المقاسات بتاعتها. اللون كويس جدا لان هي بشرتها فاتحه واللون الاحمر حلو جدا. مكان الحزام بالنسبه لي فيه مشكله شويه مش مظبوط. طبعا الفنانه الجميله الرائعه المتجدده ناديه الجندي، يسرى سوري عشان الصور بس عندكم غير عندي او الصوت بعيد شويه. معانا فستان يسرى، فستان ناجح من الدرجه الاولى، الديجرادي في الالوان حلوه جدا جدا جدا، عامل ماتشنج بين شعرها وبين الفستان انه فاتح من فوق، وبرده اختيار مناسب جدا للسن واختيار مناسب للمكان. نفشه الفستان كانت معقوله جدا وما فيهاش اي مشكله خالص. قابلنا برضو فساتين كان فيها طلة رائعة الجمال. معانا دلوقتي فستان لدرة، درة طبعا كلنا بنقول شابو لكل الفساتين بتاع الدرة واختياراتها الموفقة مع الفاشن ديزاينر اللي هي بتختارهم. الفستان لون رائع، اختيار مناسب جدا لتفاصيل جسمها، كمقاس كورساج، كمقاس للحزام، كمقاس للسكيرت اللي تحت، التقسيمه والتفصيله ان هو نازل ساك مع الالوان كان حلو جدا 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 جدا. بمعنى اصح هي عارفه تتعامل مع جسمها، اكيد عندها مشاكل في جسمها ايا كان، مش قصدي ضره، اي واحده فينا عندها شويه تفاصيل في جسمها، حته بتحبها عن حته، حته عايزه تخس ومش عارفه تخس، وات ايفر بقى احنا الحته دي عارفينها ولا مش عايزين نعرفها، لان احنا كبنات شويه بنبقى ساعات مش عايزين نقول ان احنا عندنا مشكله في ده، ممكن ما نقولش للناس لكن لازم احنا نكون عارفين. انا عندي مشكله في دوران الصدر، عندي مشكله في دوران البطن، اصل انا لسه والده، اصل انا تخنت وخسيت تخنت وخسيت فعندي ترهلات في بعض المناطق، عندي مشكله في دراعي، ودي كلنا مش بناخد بالنا منها. طبعا هقول لكم بقى الدايت والميه وان احنا نحافظ على جسمنا باستمرار والاكل الهيلثي ده موضوع تاني، لكن عندنا اهم حاجه لو انت عندك مناسبه وما عندكيش وقت تعملي كل الحاجات بقى بتاعت الدايت والوقت والكلام ده كله، اعرفي ووظفي جسمك. معانا دلوقتي فستان لمي عمر برضو عايزين نتكلم عنه. ده فستان بالنسبة لي مش مناسب لمي عمر خالص، مش مناسب ان انا اكون مقفلة فوق بالزيادة قوي وتحت مفتوح بالزيادة قوي. نفشة الفستان غير مناسبة للموضوع خالص، يعني انا رايحة مهرجان فانا المفروض ان انا هتكرم او اشارك زمايلي، فالمفروض ان انا اكون ليدي رايحة او كوين داخلة المكان، لكن النفشة كان ممكن تكون اقل من كده كتير. برضو عندي اعتراض شوية على اللون، اللون بما انها بيضة فممكن كان التركواز لايق عليها جدا، لكن كان ممكن يكون اللون مثلا يدخل فيه ماتشنج لون تاني يديني شياكة او وقار للموضوع اكتر من كده. هي اكتفت بان هو منفوذ زيادة عن اللزوم فبالتالي هيكون ملفت بالنسبة لها. طلت سما المصري عملت طبعا بلبلة كالعادة، بس أنا أعتقد إن هو ده ملوش أي علاقة بالموضة ولا بالفاشن ولا بالفاشن ديزاينر، لا ده ليه علاقة بإن هي حد عايز يكون ترند على السوشيال ميديا.
لان انا نوت لوجيك ان انا اكون رايحه مهرجان زي ده و... اه انا هو اوريدي مهرجان القاهره السينمائي، فبالتالي انتي مصريه، لان في يعني في ناس تانية من دول تانية، بس معروف ان سما المصري مصريه. كنت عايزه تكوني مصريه بشكلك، كان ممكن تكوني مصريه بفورمه شعر، مصريه بميك اب معين، الميك اب يعني انفرتيتي شويه، او تاخدي لوك معين توصليني المسج اللي انت عايزه تقوليها، بس طريقه تكون مش فيك كده. المقصود كلنا عارفين طبعا ان هي برضو لوك تاني طلعت محجبه، فهي ده ملوش علاقه بالموضه ولا كلون ولا كستايل ولا كاي حاجه، هي ليها مسج معينه عايزه توصلها. دي شوية فساتين صغنطوطة كده احنا كنا عايزين نتكلم عنها علشان تعرفوا بس الحاجات اللي طالعة معانا. طبعا دلوقتي اشهر كابلز في العالم العربي كله هو منى زكي واحمد حلمي، طبعا كلنا بنعشقهم وكلنا بنحبهم جدا، اي حاجة بيعملوها هي بالنسبة لنا حاجة حلوة جدا. مش عايزة اتكلم عن فستان منى زكي ولا عن بدلة احمد حلمي، لان انا بحبهم كشخصيات بصفة عامة، بس عشان اكون حيادية، منى زكي كان ممكن جدا تختار فستان ممكن يكون نفس اللون، لان هو لايق جدا على لون شعرها، علشان شعرها دلوقتي بقى اسود، فالفستان حلو قوي انه ابيض في اسود، بس اختارت موديل كتير قوي من فوق، وهي اصلا الحجم بتاع عرض الكتف بتاعها صغير شويه، فما كانش لازم ان احنا نأفور المنظر قوي. انا كحد بشوفها من بعيد، فبالتالي هي بالنسبه لي العرض كله اختلف بالنسبه لي كمساحه شيب جسم، فحسسني ان في حاجه غلط، لكن احنا عشان بحبها عدينا الموضوع، واحنا بنحبهم في كل اللوكات بتاعتهم. معانا دلوقتي الجميله ناديه الجندي، طبعا الفستان حلو جدا، مهتمه بجسمها بشكلها بكل حاجه، بحييها على اختيار اللون، على اختيار القصه المناسبه لشكل جسمها، واحييها على ان هي عملت الحركه بتاعه الكم على كم واحد، لان هي لو كانت عملت الحركه على كمين كانت بالنسبه لاي حد بيفهم في الموضه هي خطا كبير جدا، لان كده كانت هتبقى ضخمه جدا من فوق وبعدين نازله على ضيق، او لو كنا عملنا كده كتير من فوق كنا لازم ننزل بالكورساج، الكورساج يكون ضيق والفستان يبقى واسع جدا. معانا صاحبة الترند على السوشيال ميديا رانيا يوسف، طبعا هي من اشهر الشخصيات اللي بتحب ان الفستان يكون مفرقع بطبيعة الحال، شوية عريان بالزيادة شوية مقفل بالزيادة، بس هي بتحب يبقى فيه بلبلة بعد المهرجان بفساتينها. قدرت تعمل ده في الفستان الاسود اللي هي لبسته في المهرجان، قفلت الدنيا خالص، قفلت الكورساج، عملته هاي نيك علشان تداري الرقبة كلها، علشان تحاول ان هي ترضي جمهورها شوية وترضي كل الناس المعترضين. فتحة الظهر كانت ممكن تكون زيادة شوية، لكن ما كانتش مقززة للعين مثلا زي فساتين كنا بنتكلم عنها قبل كده. دي يعني نظرة سريعة لأبرز الفساتين. معانا كمان حاجة خدنا بالنا منها جدا 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 في المهرجان، اللون الأسود. اللون الأسود سيد الألوان طبعا، بس هو كان سائد جدا في المهرجان، في ناس كانت فساتينها منفوشة بالزيادة جدا، فحسينا إن الموضوع أوفر قوي وإن هم موظفوش الموضوع صح، في ناس فساتينها كانت سمبل بالزيادة، في ناس كانت مش عارفة توظف جسمها، وإحنا مرضناش، مش يعني مش مرضناش، بس في فساتين كان فيها عيوب كتير، كان في فساتين قصيرة، كان في فستان ملفت جدا وغريب جدا ان الكولون اسود والفستان اسود، لكن الشوز كان ابيض، ده كان عامل بلبله جامده جدا، لان هو ما كانش لايق اصلا على بعض، اللوك كله تحس ان هو فيه غلط، كان تايبست قوي وجسم كان مش ظابط. ده اللي احنا عايزين نقوله النهارده، غير طبعا ان احنا بنقول ان المهرجان كان مهرجان ناجح جدا، والطبيعي خالص ان احنا يبقى فيه عندنا بعض العيوب والديفوهات في اي مكان احنا بنكون موجودين فيه. خلصت حلقتي النهارده، يا رب المسج بتاعت النهارده تكون وصلتكم، حاولوا توظفوا انتوا لابسين ايه ورايحين فين علشان لوك جمالك وجمالك يكمل، وكل ده ان شاء الله هنحققه مع بعض ونشوفه وندرسه ونتعلمه في واو سنتر. مبسوطه بيكم النهارده، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وكل اخبارنا ان شاء الله تكون حلوه. تابعونا على فيونكا بيبيون على الفيسبوك، وعلى مروه حسن على الانستجرام، هتوحشوني جدا للحلقه الجايه. باي باي.